تاني منيرة. الو منيرة اتفضلي. ايوه مدام منى السلام عليكم. معاكي استاذة سهير. يا استاذ سهير السلام عليكم. اتفضلي. اهلا. المشكله اللي انتوا بتتكلموا فيها ديت، انا دلوقتي عندي 35 سنه، متجوزه بقالي 11 سنه ماشي. متجوزه بدري قوي. متجوزه يا دكتور. ليه كده يا منيره؟ خلصت. ايه؟ ليه بدري قوي كده؟ عشان احنا طبعا في الارياف وكده، وبعدين ده ابن عمتي. تمام. ف 11 سنه انا قعدت معاه، ربنا كرمني وجبت بنت وتوفت وجبت بنت ثانيه. ثاني مره راح يعني اتجوز وانا ما اعرفش، واهل عرفوا واهله كله تمام، وبعد كده عرفت خلاص وجبت منه. دلوقتي بنتي برضه الثانيه توفت 10 سنين، لسه متوفى من سنتين، ومعايا منه بنت برضه عندها 9 سنين وولد 7 سنين. وانت عرفتي ان هو اتجوز عليكي وسكتي عرفت وسكت، لان هي اتصلت عليا وقالت لي كلمه واحده بس يا مدام سهير. عارفه قالت لي ايه؟ اتفضلي. قالت لي مفيش مرة تغلب مرة، مفيش مرة تغلب مرة. فانا الستات صعب يا جماعه، صعب. يعني شوفوا، ابن عمتي يعني انا مهما كان مش دم يعني. بص خلفت مني 5. انت عملتي ايه لما قالت لك كده؟ قلت لها طب ماشي مفيش مشكله، هنخش مع بعض بقى في تحدي. مفيش مشكله. قلت هو المستفيد. عملت جميع الوسائل لحد ما خدت، وخدته منها. انا خدته منها. جدع جدتي، برافو عليكي والله. خدته مني، انا خدته. شاطره يا منير. عملت كل ما تتخيليه وتتوقعي. خلي بالك انت ما خدتيهوش بشطاره، هو بيحبك، هو جامد وبيحبك. الحاجات اللي انت عملتيها حاجات انسانيه مشروعه، ولا بصراحه عملت حاجات غير مشروعه؟ لا بالعكس، يجي من بره تلاقي البيت كويس والاولاد القعده كويسه، يعني الست كويسه في البيت. برافو عليك يا عيني. اكل كويس. طب لا حاضر، طيب ماشي. يعني المعامله الكويسه جدا، معامله كويسه، واشتغلت على نفسي. انت كده تبادلتي بيه وذكيه. طبعا اكيد هسه لازم في، يعني هو مش هيبص بره الا لما يكون في خطا. خلاص انا مثلا، انا برغم الحمد لله يعني مش هشكر في نفسي، بقول لها الحمد في جمال كل كويس مندانا نفسه من حقيقي. منيره احنا عايزين كل الستات تستفيد من تجربتك، انها تشتغل على نفسها، انها تبقى موضوعيه، تفكر انا ايه المشاكل اللي عندي، ايه اللي خلاها ده اذا لو ما كانش بيحب بجد وحقيقي، وده حاجه مش بتاعتنا، بتاعت ربنا. لكن اللي هو في الظروف ده، اللي هو عايز يتجوز عشان كذا وعشان كذا او عشان اسباب تانية غير فكره ان هو حب بجد، فتقعد تشوف بشكل موضوعي ايه الاخطاء اللي عندها، وما تحملش لا الاخرى ولا ليه ولا الظروف كل الشماعات. يعني ما تعملش شماعات وتدور على نفسها. زي ما سمحوا هم بيعلقوا قد على الراجل.